هل الجيل الحالي يا كابتن قادر على ان هو يحقق انجاز الجيل بتاعكم؟ ويحتاج ايه عشان يقدر يحقق الانجاز ده؟ يعني انا زي ما قلت لك، هو الجيل الحالي مظلوم في حته تواصل الاجيال دي بامانه، يعني انت فاهم، يعني كل ما يبقى عندك يعني المنتخب قبل كده لما يبقى عنده نقص في مركز فبيطلع له 2 3 لعيبه. يعني اقول لك اسماء دلوقتي ما لعبتش مع الجيل بتاعنا اتظلمت، لو موجوده دلوقتي كان زمانها. يعني انا مثلا ناحيه الشمال اسامه محمد، اسامه محمد لو موجود دلوقتي كان هيبقى اعظم باك ليفت في تاريخ مصر العشر سنين دول. ما لعب ماتشات دوليه قليله جدا، بس حظه ان في 3 4 لعيبه موجودين في مكانه. صحيح. كذا لعيب، وليد سليمان نفسه مع الجيل بتاعنا كانت مشاركته قليله جدا، لان كان موجود عدد كبير من اللعيبه في المكان بتاعه. عبد الله السعيد في بدايته حتى برضه نفس الكلام، انت فاهم يعني. ده حظهم سيء دلوقتي ان انت مفيش تواصل الاجيال، كل لعيب موجود في مكان مفيش حد بعده. يعني انت دلوقتي لو جينا اتكلمنا على باك ليفت منتخب مصر، انت قول اسم بقاله 3 4 سنين. صح. وهيفضل 3 4 سنين مكمل، مش هتقول يوم هتقول اسم. بمناسبه كلامك كروشيا لما جه في الكواليس قال لهم انا مستغرب ان بلد كامله ما فيهاش ولا باك رايت ولا باك ليفت. انت هتتكلم ما فيش ولا باك رايت ولا باك ليفت، ولو قلت اسم هتقوله النهارده ممكن بعد شهرين ثلاثه مش هنقوله. طب بص الكارثه في ايه بقى؟ انت بتفكر الناس جت فكرت اللي هي تجيب احمد فتحي وهو عنده 38 39 سنه. عشان ما فيش حد، تخيل ان ما فيش حد. واحمد فتحي ما شاء الله بيلعب من 2000 في المنتخب ولا 2001 مع الكابتن جوهري، فبرضه استهلك وكبر طبعا، هي سنه الحياه طبعا اكيد. والمنتخب عايز يبقى فيه رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 متحضرين المفروض من المنتخبات الناشئين. هو طبيعي انه يسلم بعض. يجي واحد، يعني انت طبيعي في المنتخب الاول يجي لك واحد في المنتخب الاولمبي يبقى ماشي في ظهرك، اول ما تقع ده خلاص بياخد المكان. انما انت دلوقتي الكلام ده ما بيحصلش. مفيش. ده هم 4 لعيبه لحد دلوقتي، 4 لعيبه من الجيل اللي هو اللي كانوا معانا اللي لحقنا، صلاح. النني، حجازي، السوليه. ال4 لعيبه هم دول اللي لحقوا الجيل بتاعنا، كمان مع الجيل ده لحقوا وموجودين دلوقتي. لكن غير كده هتلاقي اللعبه كلها بتجيب لعيب اصلا هو مش لعيب منتخب، بتجيبه وتحطه، بتجيبه من الدار للنار تحطه. ما هو برضه ده مش سيستم ناس عايزه تشتغل باحترافيه منتخبات العالم كلها. ده منتخب المانيا الناشئين ومنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي بتاعهم والمنتخبات كلها بتلعب نفس السيستم. منتخب ايطاليا، منتخب اسبانيا، دول بقى هيبقوا حاجه غير طبيعيه الفتره اللي جايه في الكوره. برضه نفس ماشيين بسيستم واحد، بيعدوا اللعيبه الصغيره من تحت من المنتخبات الناشئه عشان ما يطلع يبقى موجود في المنتخب يبقى هو منتخب انجلترا دلوقتي. كله العناصر اللي كانت موجوده في منتخب الشباب. صحيح. وكلهم طلعوا مع بعض، فهم دلوقتي اصبحوا هو منتخب انجلترا. منتخب انجلترا قعد سنين بيخرج من الدور الثاني في كاس العالم، في كاس الامم الاوروبيه. دلوقتي لا، الموضوع هيبقى مختلف لان الجيل ده صغير ومكمل مع بعضه، ده جيل كامل موجود. انما انت دلوقتي بيطلع لنا لعيب بالصدفه، يعني بتشوف يعني عبد المنعم احنا كلنا شفناه بالصدفه. يعني لو حد قال لك ان احنا جهزناه، لا ما فيش حد جاهز حد، هي الصدفه هي اللي طلعته. فانت مطالب ان انت يبقى عندك خطه، او بمعنى اصح عندك رؤيه لبعد كده. بس الرؤيه دي هتيجي ان احنا ما نقعدش نضغط على الناس اللي هو ايه ده، النتائج وحشه، الاداء وحش، كل يوم بتحاسبه على حاجه. فانت هتقعد له كده يقول لك ايه، طب انا اعيد، هجيب واصبر عليك، خليك اعيد بقى شويه. انت فاهم، العب بسيد واريح دماغي، انا مش طالبه معايا وجع دماغ. فهي النقطه، ادي فرصه للناس. يعني مدرب المنتخب لازم يحط لك رؤيته مثلا 2 3 سنين، وانا ممكن كاس الامم ده مش مهم بالنسبه لي، بس يبقى المهم بالنسبه لي ان في جيل هيبقى موجود، في ناس هتنافس على الصعود لكاس العالم المره الجايه، في ناس ممكن تبقى موجوده في كاس العالم، اللعيبه اللي هتجهزها خلال 2 3 سنين يبقى موجود منهم 7 أو 8 لعيبه موجودين. انا اقبل كده، انا اقبل ان كاس الامم عادي جدا، يا ما اخدت كاس الامم يا ما اشتركت وخرجت. فهي النقطه لازم عندك رؤيه لبعد كده.